مثلا شغلك في هوانم جاردن سيتي. هوانم جاردن سيتي هو عامل الجزء الاولاني بتاع الست منى نور الدين، اللي هو الامير مش عارف ايه كده. كان مسلسل حلو قوي، كان اخراج الاستاذ حسن سيف الدين الله يرحمه. انا ما ابص لنفسي في المرايه، ابص لروحي فجاه ابقى برنس فجاه، ما تجيش. فقلت والله لا مانع اجرب، فرحت مظبط نفسي كده ورحت عامل تسريحه شعر ومش عارف ايه. المهم ان الست ليلى فوزي اول ما شفتني، انا طول عمري احبها، ست كده هانم برنسيس جميله. وبعدين لما عملت فيلم ضربه شمس كانت حاجه شيء كده، معتقه سوزان هيوارد، القطعيات بتاعت هوليود الجميله دي. فشافتني مش معرفتنيش يعني، بتشوفه بتاع يعني. انما لما عملنا بقى الحالات الحب اللي كان بيني وبينها وقربت منها قوي، خافت ليه؟ قالت يا استاذ احمد بص لي بصات وحشه. لا والله ابقى اوقف المشاهد. عارفه مش عارفه انك مش شايف اساسا. انا مش شايف. دلوقتي بقيت شايف، قد ايه الاسف، الصوره بقت عليا، بقت عليا بشوفها محزوزه. لا يا شاهر، انا ما احبش الاستسلام ده. انت طول عمرك قوي، طول عمرك بتنفذ اللي انت عايزه. سلام عليك يا امينه، يا سلام. ما تعرفش ده كلام بيريحني قد ايه. بقى تتخض في المشاهد بتاعتي، بقى تتخض جدا جدا. انا مش عارف في ايه يعني. انت عينيك يظهر عشان مش شايف مديه ده تعبيرات من مش جايه معانا. وانا كنت حابب الدور قوي، قلت قال لها هعمل برنس ازاي على خلا. بس ماشي تصدقي. ماشي، ما هو المسلسل نجح جدا. المسلسل نجح، وهي كانت ست لاقيه حاجه بكل ناسه يعني.